سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على سيدنا محمد مجل الربوبية بقولي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ومفتتح النبوة بقولي وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم وتجلي الألوهية الأعظم بقولي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صاحب الخلق العظيم والنهج القويم والصراط المستقيم الرؤوف الرحيم وعلى آله وسلم بقدر ما وضعته فيه من أسرارك واجعل لنا منه أوفر نصيب من العناية والرعاية يا الله يا مجيب. من كتاب الحكم العطائية للشيخ تقي الدين أحمد بن عطائي السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبشيخنا في الدارين آمين. قال رضي الله عنه: من تمام النعمة عليك أن يرزقك ما يكفيك ويمنعك ما يضغيك. هو ده سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، من تمام النعم أن يكون قوتك كفافة. عشان النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله أن يكون قوته كفافة، يعني كفاية كافي لا يحتاج ولا يزيد فيستغني فيطغى. فهمت بقى؟ اللهم ارجع قوت آل محمد كفافة. كفافة يعني كفاية، يعني احتاجت 1000 جنيه تلاقي 1000 جنيه، احتاجت 100,000 تلاقي 100,000، ما احتاجتش 100,000 معكش 100,000، احتاجت 1,000,000 جنيه تلاقي 1,000,000 جنيه، مش محتاج 1,000,000 جنيه مش معك. دي كرامة كبيرة ان ربنا يجعل قوت رزقك كافي، ما فيش زيادة. ليه؟ لان الانسان يطغى أبا استغنى. فهمت بقى المسألة؟ فدي من نعم الله على عباده ان هو يعطيهم ما يكفيهم ويمنع عنهم ما يطغيهم. ليه؟ لان لو اداك كثير طلب منك شكر كتير، وانت اصلا شكرك على القليل كان قليل، فحملت نفسك ما لا تطيق يا مسكين. تصور انت طالب مش مذاكر وداخل الامتحان، يقولوا له نسالك سؤال واحد ولا نسالك 100 سؤال؟ يقول لهم ايه؟ ما هو مش مذاكر. يقول لهم والله لو مش عارف ما تسالونيش احسن، لانه مش خايف. يقول له لابد هتتسال، طالما انت في الدنيا هتمتحن. تقول له خلاص طب سؤال واحد، تقوم تجاوب السؤال والحمد لله تخرج من اللجنه فرحان. فاهم؟ كذلك لما ربنا يقول لك ادي لك 10 جنيه وتقوم بشكرها ولا اديك 1000 جنيه وما تقومش بشكره؟ انت اصلا 10 جنيه شاكك هتقوم بشكرها ولا لا؟ مش مذاكر. وتقول له انت اديني 10 جنيه اجرب. يديك ال 10 جنيه اكتب شكرها تقول الحمد لله. فهمت بقى؟ لما يديك ما يكفيك تقوم تقدر تقوم بشكره، انما يديك بزياده هتطلع. عرض على النبي جبال مكه تبقى في ايده ذهب وفي ايده غيره تراب، ابدا. ليه؟ لكمال بصيرته صلى الله عليه وسلم، ولعدم افتقاره الا لربه، لم يفتقر للدنيا ولا للذهب ولا للفضه ولا الكلام الفارغ ده، كان غناه بربه. فاللي عند ربنا لا يتأثر بالاقتصاد العالمي ولا بالبورصة وانخفاض البورصة وارتفاع البورصة. هو انت إذا كما بتحتاج ربنا بيبعت لك. الحمد لله ربنا بيعاملنا بهذا بفضل الله. يعني طول عمرنا كده لا عندنا رصيد ولا عندنا، لكن ما احتاجناش حاجة لو ربنا ادانا. يعني جاب مرة من المرات العيال ولادي كبرت. قلنا طب احنا عايزين ناخد أرض، ناخد شقة واسعة شوية عشان العيال كبرت. وما كانش معايا فلوس، بس قلنا عايزين. ربنا بدل ما يجيب لنا شقه يجيب لنا ارض. وانا بقى معقول هنبني؟ احنا مش عارفين نبني، هنبني منين؟ خدنا الارض سبحان الله بنيناها. والله انا ما اعرف انا بنيتها ازاي، والله ما اعرف اني بنيتها ازاي، ولا سافرت بره ولا اشتغلت مش عارف في بلاد البترول ولا قاعد انا مع العينين الغلابه يقول النهار قاعدين شغالين في العينين. لكن إيه لما تحتاج حاجه تلاقي ربنا. أنا كنت زمان مثلا من 20 سنة والله أبص ألاقي يجي لي عملية ويدخل لي مثلا 500 جنيه، أعرف إن في باب هيتفتح. أبقى واخدها حاططها في إيه، في ظرف ومش حاططها في الدرج. أبص ألاقي العربية عطلت أوديها الميكانيكي يقول لي 500 جنيه. أه والله كده. والله كتير جربتها. يعني أول ما يجي لي فلوس أبقى أنا إيه دي؟ ده في حاجة هتحصل. والله كده، مش أفرح بيها أروح واخدها حاططها في الظرف شايلها. استنى يوم 2-3 اسبوع يبان المكان خد. فالحمد لله دي نعمه ربنا عليك ان يديك ما يكفيك، بحيث انك انت ما تعيش لا بتستلف ولا بتحتاج حد، مش محتاج الا ربك.
ورصيدك عند ربك، لا خايف بقى الدولار يرتفع ولا ينخفض ولا مش عارف ايه، تبقى قاعد مستريح. ادي عشان كده بيقول لك هنا، شوف الشيخ ابن عطاء اللي بيقول لك ايه، من تمام النعمة عليك أن يرزقك ما يكفيك ويمنعك ما يطغيك. اقرأ بقى الحكمة الثانية لأنها متعلقة بها. وقال رضي الله عنه: ليقل ما تفرح به يقل ما تحزن عليه. هو لما يديك كتير هتفرح كتير، يوم اما تيجي تفقدك كتير تحزن حزن شديد، تدخل العنايه المركزه يا مسكين وتموت فيها ما تستحملش. انما هو ما يديك حاجه معقوله وبعدين تيجي تفقدها. اداك 1000 جنيه والعربيه هتتكلف تصليحها 1000 جنيه، خلاص خد دي مكان دي وخلاص، كانها ما جاتش. فاهم؟ لكن اداك 1000000 جنيه فرحت بيها وحطيتها بقى في البنك، وبعد كده بصيت لقيت حصل أزمة وحريقة والبيت اتحرق والسيارة اتحرقت مش عارف ايه اتحرق، وتيجي تجمع اللي انت عايز ده كله، عايز 1.5 مليون بس انا عندي 1000000 جنيه، تقوم تحزن حزن شديد. فهمت ازاي؟ فلما يقل ما تفرح به يقل حزنك على فقده. كل اللي يديهولك اما يديلك حاجة قليلة ويقل فرحك عليها يبقى فرحك يعني اتحزر كده. فهمت ازاي؟ تقوم اما تيجي تفقدها كأنها ما جاتش، بسيطة. لكن شوف بقى الناس أهل الأموال بقى، لما تبص تلاقي الدولار ينخفض ولا يرتفع ولا بتاع، ضغطه يرتفع مع الدولار وينخفض مع الذهب، وقاعد غلبان ويحط في أدوية وحاجة تحت اللسان وحاجة مش عارف إيه وحقنة تحت الجلد ويتنقل المستشفى، وقاعد بيراقب ويسمع أخبار الاقتصاد والبترول والدولار، ده مسكين خالص غلبان مش مستحمل. وبعدين يجي له خبر التجارة بتاعتك بارت، يجي له شلل نصفي ما يقومش من مكانه مسكين، لان ايه؟ عظم حزنه عليه. فهمت ازاي؟ فكل ما يبقى حاجه بسيطه وفقدتها ايه المشكله؟ يعني واحد عنده معزه والمعزه ماتت كده مش كان ما عندناش معزه. انما ما يبقى واحد عنده مزرعه معيز فيها 2000 راس وبعدين جاء وباء موت ال 2000 راس يزعل زعل، انما ابو معزه قال خلاص ما جراش حاجه، ده لما نروح نصلي المغرب ما جراش حاجه ربنا عوض وينام عادي قرير العيد. ده معزه وماتت ايه المشكله يعني؟ انما التاني ها ده مزرعه اتحرقت مزرعه بملايين، يبقى نايم ايه؟ ما يقومش، ينام ما يقومش من حزن، فقد النطق، جاله جلطه، مات بالسكته القلبيه. عشان كل ده ليه؟ لان عظم فرحه فعظم حزنه. فهمت ازاي؟ فلازم تبقى الحكايه كده باعتدال، تكون عواطفك باعتدال. عشان كده بيقول لك ايه؟ ليقل ما تفرح به يقل ما تحزن. يعني علي والله تعالى اعلم واعلم، ربنا يعلمنا ويرزقنا الحكمه.